يا هلا وسهلا فيكم. طبعا فقرتنا اللي دائما ما نستغني عنها ولازم نطرح فيها المواضيع اللي ما تخلى مجالسنا منها. اليوم موضوعنا حيتكلم في فقرة صحة حياتي عن موضوع الهرمونات واستخدام البروتينات خصوصا للناس الرياضيين والفتاوي اللي تصير عليها والاستشارات اللي تتقدم في الأندية وأمور كثيرة تخليك تعضل، تخليك ما تعضل، تخلي شكلك رياضي، تخلي شكلك عاد يمكن في بيئتكم اكثر يا عبد العزيز. والله انا ماني معضل فلا تسالني يعني. سؤالك ما قبلناه. لا بس في بيئتكم انتم يا الشباب. طبعا اثير الجدل فيما يخص موضوع استخدام البروتينات الصحيه والطبيعيه وما بين استخدام الهرمونات اللي تجعل من يعني الكتله العضليه اكثر في الجسم. احنا ما راح ندخل في تفاصيل ما طالما عندنا متخصص بخصوص هذا الموضوع الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني. لا لا بس إنه قلت متحمسين ترى على الموضوع أنا عبد العزيز من اليوم إحنا نحكي فيه. طبعاً يهمنا كثير إن إحنا نعرف عن موضوع البروتينات والهرمونات خصوصاً إنه اللغط لا زال موجود مع دكتورنا محمد. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا ويا غلا. أنا رحب بالجميع. يا مرحبا. حياك الله دكتور. يعني اليوم نتكلم عن الهرمون والبروتين، نبغى نتناولها بالشكل العلمي الصح. وش الفرق بين الهرمون والبروتين؟ هناك فرق بين طبعا البروتينات والهرمونات. البروتينات خاصة إذا تحدثنا عن استخداماتها في المراكز الرياضية خاصة عند الشباب وعند الشابات الآن. البروتينات تسمى المكملات الغذائية، من المكملات الغذائية بروتينات. أشهرها البروتين البودرة هذا اللي يخلط في الماء ثم يشرب، معروف يعني مكمل بروتيني يأخذون معظم الشباب والشابات في المراكز الرياضية. ولها أجهزة خاصة الرياضية للبيع، تباع في يمكن محلات الحمية حتى في السوبر ماركات الكبيرة تباع في كل مكان حقيقة، يعني مصرح فيها، هذا ما عندك إشكالية. الهرمونات مختلفة تماما الآن، في شيء هرمون مخصص للاستخدام الطبي هو مصرح فيه من الـ FDA السعودي ولا حتى الأمريكي، مصرح فيه ما في إشكالية، لكن للاستخدامات طبية بمعنى يجب أن يكون تحت إشراف طبي ويوصف في حالات خاصة معينة. هذه الهرمونات ويأخذوها بعض الشباب للأسف الشديد. يمكن هذا بسرعة، هذا الفرق بين البروتين هذا مكملات غذائية، هرمونات لا، هذه لها استخدامات طبية. الآن هل الشيء هذا موجود لدينا أو لا؟ يعني استخدام البروتينات أو استخدام الهرمونات ما نعرف، لكن أنا أبغى أرجع إلى مصدر علمي، دراسة علمية سعودية نشرت باللغة الإنجليزية في مجلة راقية محترمة، مجموعة من الباحثين في جامعة الملك سعود وجدوا أن هناك مجموعة كبيرة حقيقة يمكن تصل إلى 50-60% من الشباب يستخدمون البروتينات كمكملات غذائية موجودة في الأندية الرياضية. هذه الدراسة أجريت على يمكن 450 مشارك، أكثر من مركز رياضي في مدينة الرياض. نتحدث عن مدينة الرياض الآن، 450 مشارك، تقريبا 50-60% منهم يستخدمون إيش؟ بروتينات. طيب كم منهم يستخدمون الهرمونات؟ وجدوا أن 8% منهم يستخدمون الهرمونات. 8% بمعنى كل 100 شخص تقريبا 8 أشخاص منهم يستخدمون الهرمونات. وهذا الاستخدام هل هو كثير؟ حقيقة هو خطير بغض النظر عن العدد، هو خطير. لماذا هو خطير؟ الهرمونات مختلفة تماما عن البروتينات. الهرمون إن أخذته، وأنا أقولها الآن، الهرمونات إذا أخذت من غير إشراف طبي كما يحصل الآن في المراكز الرياضية قد يسبب الكثير من المشاكل الصحية، لعلي أسردها الآن. أولا سوف يتضخم الصدر عند الرجال، تضخم الصدر وهذه مشكلة كبيرة. أيضا سوف يكون في تقلص وانكماش في الجهاز التناسل الذكري عند الأولاد بدون تسمية الآن. أيضا سوف يكون هناك كبر في الغدد في البروستات عندهم، سوف يكون انلارجمنت يسمى، كبر فيها. هذه كلها خطيرة جدا. في بعض الدراسات تقول أن الهرمونات هذه قد تؤدي إلى العقم لا قدر الله.
طيب السؤال الذي دائما يطرح نفسه، هل الهرمونات هذه اللي ياخذوها سوف يتحولون الى جنس اخر؟ بمعنى هل الذكر سوف يتحول الى انثى او العكس؟ طبعا الاستخدامات الطويله هذه ممكن الاستخدامات الطويله هنا تاتي المضار الكبيره للاستخدامات الطويله، لكن مره واحده نحن لا ننصح طبعا، لكن مره واحده لن يحدث اي شيء او اي ضرر، لكن نحن نتحدث عن استخدامات طويله فترات طويله عشان لاهداف فرضا البناء العضلي، كمال الشكل، كمال الاجسام. لكن بالاضافه الى اللي انا ذكرته، المشاكل التي سوف تحدث من الشكل، تضخم في الصدر وانكماش في الجهاز التناسلي. هذا خراب الذكري. نقطه يا دكتور. نعم، سوف يؤثر. وايش اللي بيصير بعض الاحيان؟ لان نحن نتحدث عن فرضا اشهرها الهرمون الذكوري التستوستيرون، هذا هرمون ذكوري، ان اخذ سوف يصاب بهذه الاعراض الطبيه المرضيه اللي انا ذكرتها ان اخذ. لكن بعض الاحيان اذا اخذ من الجانب النسائي، الان البنات اذا اخذت البنت هذا الهرمون قد تتأثر، يعني الصلع المنتشر عند الرجال سوف يكون عندها، سوف تضطر بالدورة الشهرية أو تنقطع، أيضا سوف تأخذ الصفات الذكورية فرضا خروج الشعر في الوجه في أماكن مختلفة في الجسم، هذه كلها قد تؤثر بشكل مباشر على الفتاة. المصيبة من أين يأخذون هذه الهرمونات؟ يعني الدراسة العلمية تقول أولا، تخيلوا معي أن المصدر الأساسي هو المدرب، المصدر الأساسي هو الصديق اللي في النادي، المصدر الثالث هو الإنترنت. عندنا ثلاثة يعني مصادر، يعني سوق سوداء. هذه طبعا ما مستحيل أنه يأخذها من أي مكان معترف فيه، سوف يأخذها من المدرب في النادي، سوف يأخذها من صديقه أو من الإنترنت، وهذا خطير جدا. معظم المدربين للأسف الشديد في الأندية يبيعون هذا، وهذا يمكن ذكرناه في حلقة من الحلقات السابقة. طيب دكتور، إحنا الآن تكلمنا عن أضرار ومخاطر الهرمونات، بافتراض أن الشخص بدأ يستخدم هرمونات، يجب أن يتوقف حالا. إيش الأعراض الخطر اللي هو دخل عليها ولازم ينتبه لها في نفسه؟ طبعا يجب أن يراجع الطبيب ويسوي ويكشف الكشف الطبي الكامل، حتى يتعرف على ما هي الأضرار التي سوف تؤثر. طبعا أنا فقط ذكرت الأشياء البسيط، لكن أيضا ترى في تضخم في القلب، الكبد سوف تتأثر، كوليسترول سوف يزيد، ضغط الدم سوف يزيد، هذه كلها ترى مرتبطة. احنا بس عشان نلفت بس النظر، لأنه احنا نتكلم عن وجود هذه الهرمونات عالميا. نعم. في أغلب الأندية عالميا، ومش عندنا بس في السعودية. طبعا معظم الأندية الرياضية اللي هي المراكز على مستوى العالم، على مستوى العالم نعم، هذه الظاهرة موجودة، الهرمونات. عشان لا تفهم الناس انه احنا نتكلم في السعودية فقط، لا أبداً. يعني حالة عالمية، هذه حالة عالمية، ولسنا الوحيدين من يعني يواجه هذه المشكلة في العالم كله. أيضا عندنا هرمون آخر، هرمون الإنسولين، هذه كلها تسمى هرمونات ترى بنائية. للأسف الشديد إنسان طبيعي يذهب إلى النادي يأخذ نصيحة من مدرب أو من صديقه يقول ليه ما تأخذ الإنسولين، والإنسولين يباع عندنا، هذا للناس المصابين دكتور بشكل كبير. نعم، بدأ السكري النوع الأول اللي البنكرياس لا يفرز الإنسولين يأخذون. لماذا؟ لأن البنكرياس الإنسولين هذا الهرمون بنائي، بمعنى يزيد من الكتلة العضلية إذا أنت أخذته، هذا فعلا. لكن ما هو الضرر؟ الضرر مباشرة سوف يدمر البنكرياس الطبيعي عندك، بنكرياس طبيعي، هذا سوف يدمر، وأنت معرض بشكل كبير للإصابة بداء السكري النوع الأول، بمعنى قتل خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس، إذن يجب أن يتوقف. تعرف شو الطريف في الموضوع يا دكتور؟ أنه الآن يعني أصبحت الـ 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 بعد أن علق الجرس وأثير الجدل في خصوص موضوع العضل واستخدام هرمونات، اللي الان اغلب التعليقات اللي قريناها يقول لك والله الحمد لله انا مكرش ماني معضل، لانه كانه في شبهه في الموضوع. لا يا جماعه، ترى في ناس بانين اجسامهم، ويمكن الدكتور يتفق معي، بطريقه طبيعيه، استخدام بروتينيات طبيعيه، مش الكل، ولكن هو ذكر الدكتور انها بنسبه 8%.
8% ولكن هذه قليل جدا حقيقة، لكن نحن أيضا 8% يهمونا شبابنا هذول مهما كان ودنا صح. حتى لو واحد احنا يجب أن نوصل الرسالة الصحيحة له، يجب أن يتوقف. بناء الكتلة العضلية ترى رائع جدا، معظم ما يتم تداوله ترى في الواتس ولا في النادي ترى تداول غير صحيح، معلومات غير صحيحة. أنت تستطيع، وهذه الرسالة الآن، أنت تستطيع أن تبني الكتلة العضلية على مدى طويل بدون حتى أن تلجأ إلى المكملات البروتينية. حتى البروتين العادي هذا اللي بيأخذونه ترى ما تحتاجه كثير. البروتين يا أخواني موجود في اللحوم والدجاج والأسماك والبيض، موجود بشكل طبيعي. مشكلتنا يا دكتور محمد، مشكلتنا العجلة، فيبغى اليوم قبل بكرة يطلع العضل. خلينا نداري الجزء الثاني. صادقة إيه؟ لما يجي والله على مقتبل الصيف اللي بيسافر فيقول أنا والله أحتاج إني أنا عشان اللبس وكذا، فيستخدم إيه؟ هذه الهرمونات بشكل سريع جلة على قولتهم وتخرب مالطة. صحيح، الهرمونات نتوقف عن أخذها، الهرمونات شيء آخر لازم يعني يتوقف. هذا يجب أن لا نستخدمه تماما. البروتينات العادية خاصة كمكمل سبليمنت، هذا أنا برأيي الشخصي وكثير من الدراسات العلمية والكتب العلمية ترى تتجه إلى الشيء الطبيعي، يعني خذ البروتين لكن من مصادره الطبيعية، لأن حتى البروتين الموجود في الأسواق ترى ليس خالي من الأعراض الجانبية. بالعكس، الناس اللي عندهم مشاكل أصلاً في الكليتين أو عندهم تاريخ أسري بأمراض الكليتين تراهم معرضين، والكبد كمان، والكبد معرضين لهذه الأمراض، فيجب أن يعني نأخذ الاحتياطات. ما تحتاج حقيقة، ما تحتاج أن تبني العضلات من خلال هذه البروتينات. وللأسف دكتور تسببت بأمراض على طاري الكلى وسيرة الكلى، حتى الأشخاص اللي ما عندهم تاريخ طبي من ناحية الكلى تسببوا بضررها، صار زي الحمل عليها. إيش الإشكالية في البروتينات؟ البروتينات طبعا هي مصرح فيها لكن لم يتم اختبارها، ترى دائما يجدون بعض الأشياء الموجودة في داخل البروتينات وهي خطيرة، لأنها حقيقة لم يعني الـ FDA ولا هيئة الغذاء والدواء السعودية ولا الأمريكية تصرح فيها، لكن ليس بالشكل الإجراءات يعني الصارمة التي يتم استخدامها مثل الهرمونات والأدوية. تصريحاتها اللي ناخذها ممكن مثل اي شيء غذائي ما عنده اي شيء. والله شوف، يعني انا اعتقد بانه الله يعافي الجميع، يعني ما في حد يتمنى انه يصاب بمرض الكلى، لكن صحيح. كون انك تفقد يعني تصير يعني عقيم وتفقد يعني ذكورتك ورجولتك استخدام هذه الهرمونات هي الأدهى والأمر، لأنك أنت حتتزوج مستقبلاً، حيجي لك أولاد، فما أنت مضطر لهذا الشيء. أعتقد أنت مضطر تماماً، لابد أنك تتوقف تماماً. والبناء العضلي هذا يعتمد على طريقة ونوع التدريب، وترى تحتاج إلى وقت. الوقت هو العامل الكفيل حتى يظهر نتائج العمل اللي أنت تبغاه. صحيح ممكن الهرمون يعطيك نتيجة سريعة، لكن ثق تماماً إن هذا سوف يؤثر سلباً على صحتك. وأنتم تعلمون أن الهرمونات أصلاً ممنوعة في المسابقات الدولية. صحيح. والأولمبية. صحيح. بعض اللاعبين تخيلوا معي سحبت البطولات منهم لأن وجدوا في الدم بعض الآثار من هذه الهرمونات، هم لا يتعاطون. طيب لكن كيف أثر. كيف وصل لهم؟ أكلوا من بعض الأطعمة، خاصة اللحوم، خاصة الدجاج اللي يعطى هرمونات. أوه. فانتقلت الهرمونات إلى المستخدمين الرياضيين في دول كثيرة معروفة، سحبت بعض البطولات منهم لوجود هذه الهرمونات. هم ما أخذوا، فقط انتقلت من أكلهم لبعض الدجاج. بيقولون يحقنونها في الجناح حقها، جناح الدجاج يحقنونها بالهرمونات، فيقول لك ابتعد عن شائعات، تقال ابتعد عن أكل جناح الدجاج لأنه فيه هرمونات يضعف الخصوبة. هذه منتشرة حقيقة، لكن أنا متأكد أن عندنا هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، يعني كل الأشياء صارمة عندنا حقيقة عشان تضمن أن المنتج اللي يجي للأسواق اللي يستخدم من الأشخاص والناس أكيد أنه سليم. ما أعتقد أنه أخطر شيء حقيقة أن يتم استخدام المنشطات أو الهرمونات عفواً لاستخدامها في الدواجن واللحوم، سوف تنتقل ترى آثارها السلبية إلى الإنسان، مع أن هناك في شائعات نعم منتشرة، لكن أنا ما أعتقد أن هذا الاستخدام رائج بشكل
كبير جدا. طيب دكتور خلينا نقول الآن مثلا اللي يشاهدونا وسمع موضوع عواقب الهرمونات، كيف أنا أخذ خطوة تصحيحية بعد ما أوقف هالهرمون؟ إيش أسوي أنا عشان قد ما أقدر أرجع للبرمجة الصحيحة الأساسية لجسمي؟ عندما يتوقف الإنسان عن أخذ الهرمون، جسم الإنسان هو الذي يعمل، خلاص نترك الجسم يستطيع أن يصحح عمليات الهدم التي حصلت منا، يمكن من غير قصد، لكن التوقف هي الخطوة الأولى. الجسم يستطيع الآن أنه يصلح ما تم هدمه حقيقة بالتدريج، يحتاج إلى وقت. تذكرت الهرمون الذي يتحدثون عنه، هرمون النمو الجروث هرمون، أنه يسبب يمكن عجز جنسي ولا يحول إنسان من الذكر إلى أنثى. الهرمون هذا لا، هو هرمون طبعا يفرز من الجسم، إذا كان هو صناعي مصنع، بمعنى أنه له استخدامات طبية، هذا موجود عندنا، لا يؤدي إلى هذه الأشياء، كذلك إلى الأشياء اللي أنا ذكرتها سابقا في هرمون التستوستيرون، هذا لا يؤدي إلى أشياء أخرى. هو خطير أنك تأخذه خارج، هو بناء يبني العضلات نعم، لكن سوف أيضا تزيد أحجام العظام عندك، بمعنى أن الفك سوف يكون عريض وطويل، أصابع اليدين والقدمين سوف تكبر، هذه كلها آثار ما ودنا نشوفها. ابعد عن الشر وغني، ابعد عنه مباشرة، يجب أن مثل ما قلنا عبد العزيز، أنها الخطوة الأولى هي أن نتوقف، وبعدين نبدأ بداية صحيحة بالأكل الطبيعي، ممارسة النشاط البدني في الجيم أو في المركز الرياضي، ودع الجسم الذي خلق الله سبحانه وتعالى لإعادة التأهيل والبناء مرة أخرى. الله يعطيك العافية دكتور محمد الحمدي، يعني هو صراحة موضوع مهم، وكان هو يعني في الآونة الأخيرة أثير جدا الحولة، كويس إحنا وضحنا، ترى يمكن في كثير من الناس ما عندهم دراية صحيح بخصوص هذا الموضوع، ولكن إحنا علقنا الجرس الآن، يفترض على قولتك إنه ختاما إنه اللي يتعاطى الهرمونات لأجل كمال الأجسام يتوقف، لأنه راح يأثر على مستقبله فيما يخص عائلته وفيما يخص الإنجاب فيما بعد. دكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، شكرا جزيلا لك، إن شاء الله نشوفك في الجاي. على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، طبعا أكيد إحنا مكملين معاكم، لكن فاصل قصير وراجعين لكم.